لو الحكاية فيها إن فيتو شركة كونتراك نشارك في المنتجة. احنا شركة كونتراك نشارك في المنتجة نظرا ان احنا محتاجين عمالة ونحاول ان احنا نساعد الشباب. حضرتك احنا محتاجين افراد امن اداري وعمال خدمات. افراد امن اداري وعمال خدمات هو داخل مباني ادارية في اماكن مختلفة بالنسبة للقاهرة والجامعة. احمد علي شركة كونتراك لإدارة الخدمات العامة. شركة كونتراك لإدارة الخدمات العامة محتاجين حاليا افراد امن وعمال خدمات. عمال خدمات العامة المباني الإدارية وبنوك مستشفيات. احنا طبعا سعيد جدا بوزارة القوى العامة اللي هي بتساعد الشباب مش شرط المؤهلات العليا، لا احنا عايزين برضه نساعد بدون مؤهل. بدون مؤهل ان هو يشارك في المنطقة ان هو يدور على شغل. طبعا اكتر ناس ما بتلاقيش شغل هم بدون مؤهل، فاحنا عايزين نساعد الناس انها تلاقي شغل. طب الأجور؟ بتقدموا كم وظيفة؟ احنا محتاجين كما يقول 250 وظيفة تمام؟ كعمال مضافة و 50 واحدة فرد أمن. والمرتبات؟ مرتبات أفراد أمن؟ بروح من 1300 جنيه أفراد أمن وعمال مضافة 1200 جنيه. اشتركت قبل كده في ملتقيات توظيف؟ اشتركنا فعلا في الأزهر بارك ملتقى توظيف تبع محافظة القاهرة والمرج الجديدة. وظيفة؟ نعم. وفرتوا كم فرصة عمل؟ لا وفرنا كتير جدا فيما يقرب عن 150 وظيفة. تمام. أنا سعيد جدا